ايه؟ دالي على الهواء؟ دالي انا دالي بلي بلي بهوى الاسمار انا الفنانة وحيدة خليل اسمها الحقيقي مريم عبد الله جمعة، انولدت عام 1914 في محافظة البصرة، وتربت على محبة أطوار الغناء والمواويل والأبوديات الريفية. اليوم انتقم منك، أنا ما أنام من وراك، بدي أوقف عدل. هاي سوى؟ هاي سوى؟ كنت تيجي مال أبو مريم، إيش راح يخلصها من مريم؟ اسكت! أبو مريم إيش راح يخلصها من مريم؟ لك وعدة ديج؟ لك أبو ديج يروع الظهر بالثنتين الظهر يروع، إيش متريق باجة؟ شنو واجبات ديج غير يروعي؟ ولك يروع الفجر مو الصبح والظهر والعصر وبالليل، إيش وقت أنا؟ أبو ديج بيدع النسيان. لك أدري بيدع النسيان؟ أنا ما أنام؟ بعدين أدري إذا تدافع عنه أخوك؟ ما لك علاقة، ما لك علاقة، ما لك علاقة. يلا في المروحة اليدوية وين؟ يا أنا موجودة. أفي هل تنام؟ أفي لك. لك أفي لسه ودي كلام علاك ابني. أفي على الفيس. على الفيس. على الفيس. لك هذا مو فيس، هذا فوت. نا الفيس نا. عمك إيش إنجليزي؟ أنا بالعربي. الله الله. يلا هنا هنا اسمع. أسد. اريدك تبكي على البق، ما اريد ولا بقايه بالغرفه. بق شو؟ البق يعني الباق. الباق يعني هي مليون بقايه، يراد لي شهر، لا يا شهر، يراد لي ست اشهر عن ما اخلصها. يلا يلا افي، انت شنو شغلك؟ افي البق. افي افي لك هذا الصوت اللي لازم واحد يسمعه من الصبح. سلطيف هاي صوت مريم بتعدوي. لا لك تعال بابا، لك بابا. يا سلام لك صوتها حلو ووجهها يخبل بيوتيفول. هاي البنية دخلت قلبي. سلطيف انت ابني تشوفه تصل قلبك. اقول لك هاي تختلف عن باقي البنات. زرزور انت ما تعرف عمك لطيف، انا اكبر وحده اوقعها في شباكي والايام تثبت. والله بس حكيت ترزك. ها؟ ترزك. ترزني؟ ايه. لك انت ما تعرف عمك لطيف، قوم اقعد. سوي لي ريوق زبد وعسل بسرعة، هذا بدل واطلع. ما عندي زبد وعسل، كل شيء ما عندي. بيف هم ما عندي، خلصنا. أي شيء جبن، أي شيء، كل شيء ما عندي. جيب لي هدومي بسرعة بسرعة، هدومي أنت بدل. أي سادي بسرعة سادي، من لقيت هدومك؟ لك ريوق ما في، لك هدوم هناك بدل، بس أنت وين تمشي بدولاك؟ خلاص يما يا يما يا يما ولد يما ديك ضربة، ولد يما ديك أذى ضربة طلقة، ولد يما ديك ضربة، ولد يما ديك أذى. ويلي عليك يا سلام يا سلام. تدرين أنا عبالي كروان دا يغرد، طلع صوتك، صوتك يخبل يجنن كلش حلو. شكرا. بس من حضرتك؟ العفو أقدم لك نفسي، أنا المهندس لطيف وتعينت هنا بالقرية مالتكم. أهلا وسهلا. أهلا بي. مستحيل. عفوا.
ليش هذا الدج ملفلف؟ شبيه؟ هذا واحد. اي واحد ما يخاف من الله. الله لا ينطي، الله لا ينطي. ضربه طلقه. طلقه؟ اخ لو عرف من هو، اخ اكله لو عرف من هو. مستحيل، بدا يشيلها عقلي. هذا اكيد مو انسان، بقلبه ماكو رحمه. ديك مسكين ينضرب طلقه. هاي فوق ما تقعدهم من الصبح. بس شو نقول؟ العفو، انا عندي روح على بغداد، ممكن اخذه هناك واعالجه. شكرا عيني، شكرا. لا شكر على واجب عيوني انت، لان انا كلش انقهرت على الديك، وحقيقه يعني من شفته قلبي يعني ما اعرف شلون. هو ديج. اي ديج. هلا. صاعد النازل. شان شنو حظك صاعد نازل؟ هو سيارة. بعيني اخوي هسه اشوف لك حظك. شان ما تدري كم فلس؟ خلاص انا ما عندي فلوس، بس انا فاشل مؤمر. انت نفس مكانك قاعدة؟ اي. ما تغيري؟ لا ابد ابد ابد. ما عندك شجرة؟ اي انا باكر اجي. خوش دان نشوف. هاي فخرية. شبيها فخرية؟ طلعت فخرية مش؟ طلعت هياتك. احبها. أربع مرات على كنوراها، شق بنطلوني وشق قميصي، حتى كنت أبيع لبلبي قبال بيتهم. شو دا أشوف لك؟ أقول لك خويا هاي تحبك. بس كون مثل أخوها. مثل أخوها؟ إي. جيب الفلوس. شنو هي؟ فلوس. شان تعطيني فلوس؟ يعني فلوس. ما أعطيتني؟ لا قبل شوي شو تعطيني؟ يا يا شلون كذاب؟ يعني انا كذابة؟ شو اني مهندس. بسيطة يا لطيف، قشمر علي. أقلك أوفي وانتبه لمستقبلك، وانت قدامك ألف صديق وصديق. يمه وينهم أكتب ضيق يا خالة؟ وينهم؟ راح تفوتين بطريق مليان ذهب وعقيق، وراح تستمرين بالغناء الريف العريق إلى أن تظهر لميعة توفيق. ونصحك ها اوفي لطيف، راح تقابلين واحد دمه خفيف. وين القى؟ القدر راح يجمعكم نظرة عين. قلتي لي شو اسمك؟ سعاد. ها؟ سعاد. سعاد، يا سلام. سعاد، سعاد، انا اسمي لطيف.
سعاد زائد لطيف يساوي مملكة الحور. سعاد شوفي أنا يعني ما أعرف شلون أحكي. أنا ما عندي يعني منا ومنا. صدقيني أنا مش شفتك. قلبي وقع بالقاع. إيه صدقي. وبعدين عجبتيني. ها؟ عجبتيني كلش. وأنا يعني ممكن أرتبط. أكو شيء؟ شو؟ منو؟ سعاد سلمي لي على بابا ها؟ سلمي لي أو قولي لي أنا خطية أخوها يتعين عندنا بالبلدية فغني لي حغني لك أغنية؟ يا عيني قمة الرومانسية مثلك مثلك رومانسية غني يا مريم